الغش، لان كنوصلوا او كان نوقفوا مره اخرى عند محطه الغش، الغش اللي للاسف كنكتشفوا او كنلاحظوا انه يغزو مجالات كثيره للاسف، مجالات اللي كدول ما يمكنش يكون فيها الغش كيكون فيها الغش. العلاقات الانسانيه ولات مشوبه بالغش في حالات كثيره، حنا ما كنعموش وما كنرسموش صوره سلبيه، بالعكس، ولكن فيما كيما كيتقال فيما كاين الزين كاين الخايب. بالتالي فالغش شي حاجه اللي كانت ومازال كاينه ومازال غتبقى، ولكن كيفاش نتعاملوا معها، كيفاش نتفادوها، كيفاش نتجاوزوها، هذه اسئله اللي كنطرحوها دائما ومازلنا كنطرحوها مع الاستاذ عبد الاله الحرش اللي هو اخصائي التنميه الذاتيه. استاذ عبد الاله الحرش المهتم بالقضايا الاسريه والتربويه، اللي طبعا كريم في تواصله معنا في انه يناقش معنا مواضيع. حالات كثيره مرات معنا ابتداء من نهار 2-3 في موضوع ديال الغش، ولاحظنا باللي المستمعات والمستمعين تجاوبوا بشكل مثير جدا مع هذا الموضوع هذا، يمكن لان المجموعه منهم غيكونوا عاشوا محطات غش محتمله. ما كنقولوا الغش سيداتي وسادتي ما كنقصدوش فقط مجال ديال الدراسه، ولكن للاسف مجال ديال الدراسه ولينا كنلاحظوا، وكيف ما تقال على لسان حتى الاستاذ الحراش ومجموعه ديال المستمعات والمستمعين، كنلاحظوا باللي العمليه ديال الغش ولات استراتيجيه، ولاو الاطفال في عرض ما يمشي يحفظ دروسه كيمشي كيوجد كيفاش ينقل بوسائل احيانا متطوره، ولا كتكون فيها تواطؤ ايضا ديال الاباء والامهات للاسف او بعض الاقرباء. الغش كاين في المواد التجاريه كيف ما لاحظ، وخصوصا المواد الغذائية. الغش حاضر بقوة في ناس اللي كيكونوا مثلا مقبلين على الزواج، يمكن يرسم ليك أو ترسمي ليه صورة في الخيال ما كايناش عليك أو عليه، وبالتالي هذا كيعطينا أيضا واحد المجتمع اللي فيه لا توازن، اللي فيه إشكالات للأسف وتعقيدات، واللي كتكون فيه أبواب المحاكم مفتوحة على مصراعيها في وجه الناس اللي فعوت ما يكملوا حياتهم جميع كيتفرقوا وكيخلقوا لنا جيل جديد من الضحايا. اذا الغش شي حاجه اللي مكروهه في الدين ديالنا، مكروهه في تعاملاتنا، ولكن للاسف كنقدوا نتلاقاو معها. كيفاش نتفاداوها؟ نعاود نطرح السؤال مره اخرى على الاستاذ عبد الاله الحرش. السلام عليكم استاذ الحرش، اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير للمستمعات والمستمعين، صباح الخير لهذا الطاقم الرائع، وكذلك للاستاذه الجليله استاذه فاطمه. العفو استاذ الحرش. بالفعل قلتي لا توازن، ملي تنقولوا لا توازن بالفعل هذا لا توازن او هذا الثراء كيفاش نوصلوا، هذا لافورتين كيفاش نديرها، كيشوفوا ناس واحد اخرين حققوا مجموعه ديال الثروات ووصلوا لواحد المراتب، وهذو في الناس اللي ما تيحاولوش يكونوا رجليهم على الصخر، اي انهم ما بنيوش على الصخر، كيقول كيفاش خصني نوصل ان الغايه تبرر الوسيله، اكثر الطرق شنو نغش. وقلت كذلك الاحساس ديالنا اللي نطرحها، البارح طرحت الايه رقم واحد سوره نوح الطيفين، او الايه 182 سوره الشعراء، او كذلك الايه سعود سوره الرحمن، او حتى مجموعه المواثيق دائما الغش مرفوض، مرفوض لانه سلوك استثنائي، سلوك يعاقب قانونيا. اللي ذكرتي المساله ديال الدراسه، نلاحظوا ان الوليدات عاده قبل ما نواصل ان عاده كنقولوا الغش تمشي غير الدراسه. في حين انه مستشري جميع المناطق جميع في المجتمع. هذا الشيء اللي كناكدوا عليه بالفعل، لان كاين في بزاف ديال المجالات. هذا الشيء اللي غنقول هو برمجه. نقول سيتي بروغراماسيون. ملي تنديروا في راسي كيفاش تيوقع؟ الواحد ما حطش رجله على الصخر، ايمن بنيت مزيان، حط رجله على الرمله، وبالتالي شنو تيوقع؟ تجربها المره الاولى ابسط الطرق هي انه يداوي على ابسط الطرق واقصرها هي الغش، يحس بواحد الراحه، يحس بواحد اللذه، يحقق واحد المآرب ديالو بطريقه بسيطه بالنسبه له، ما هي غير بسيطه، فتتبرمج في الدماغ، اذا الدماغ تبرمجها ممكن يدير غير هكذا ويمشي ينجح، فشنو تيدير؟ تيخدم جميع الوسائل، انا في الدراسه هذاك الوقت او نقول اصلا يمشي يدير ذاك الفوتوكوبي
كيوجد تقنيات بالهاتف المحمول او الهاتف الفيديو او تقنيات متطوره لدرجه دخلنا في التكنولوجيا فيها. فقل لي كيف اللي تلقاها مساله بسيطه في حين تطلب منه وقت تقول له صافي راه ممكن، في حين انه ما تكون الا تزيد يعمق راسو واحد الوحل وما يمكنش يهدر شنو منه باش يمكن يتعالج ويخرج منها، لانها ولات عباره عن برمجه. اخطر من ذلك هي مساله فرض، هذاك الفرض اللي تقوم بها على مستوى الدراسه او على مستوى التجاره او على اي مستوى الاثار ديالها ليست فرضيه، اكيد الاثار ديالها اجتماعيه غتقيس بزاف تاع الناس. اخطر واولهم هما الابناء ديالي والبنات ديالي. ممكن كنتي عطيتي واحد المثال يمكن ديال مثلا في الغش، مثلا في مثلا في الدراسه في مجال الطب او في الهندسه او في نتائج كتكون وخيمه على الناس. وخيمه اكيد. عطيت مثال ديال انني الا شافني ولدي مثلا تنغش راه اكيد يوقع له واحد اختلاف في الدماغ. كيفاش الاب ديالي كيدير الاختلاف ديال هو تيغش مثلا كيف هذاك اللي تيدق قول له راني ما كاينش، تقلد واحد تلقائي تقول له قال لك بابا راه ما كاينش. يعني هناك الكذب، الكذب والغش والتزييف مجانبه الحقيقه. فكتولي عنده قيمه ملتبسه. وحنا في مجتمعنا وفي اي مجتمع، في اي مجتمع، المجتمع بصفه عامه الانسانيه تتبني كل ما تقوم به على قيم. ف تنبعد من الشقاء تمشي للسعاده، تنبعد من الشر تمشي للخير، تنبعد من الامانه تنطيحوا في الغش. فهنايا تترسم وتتولي كانه حق ديال هذاك الانسان. فقلت الوقيته اللي تنديرو كفرد الاثار اكيد اجتماعيه من الاسره من ابناء، وضف الى ذلك الناس اللي غياخذوا هديه اللي غيشوفوا كيفاش تنديرو. كذلك الى قمت به في الماضي تنأديو، قلت تنأديو بصيغه الجمع، تنأديو الثمن في الحاضر والمستقبل. درتو زعما غنأدي الثمن في المستقبل. مثلا جا واحد السيد البارح من مراكش محمد تذكر وقال لك كنحرش شنو العلاج. نحن لا نتحدث عن زكام، نحن لا نتحدث عن واحد عطب وقع في عين مثلا وغادي نصلحوا. راه مشكل اعوض واعمق بكثير. العلاج ليس هو علاج هذاك الشخص. نجي عنده نقول له ما خصكش تغش بحال اللي قال لك عبد الحق من الدار البيضاء تنشكرو واشد على يديه، داروا واحد ورشه، داروا محاضره، داروا بالفعل. ولكن واش هذاك العلاج كان فقط بالكلمات؟ لا. مساله خصها الاسره، خصها تكون عبر الاعلام بحال تنديروا دابا، خصها تكون تربيه، خصها تكون واحد تثقيف الانسان على انه فعلا الغش. وخاص ايضا الواحد اللي يعني الانسان ما يسكتش على ايضا حتى على بعض مظاهر الغش. ما نزيدوش نغشوا ونسكتوا وحنا ساكتين عليها. مثلا نعم. التجاره نعم عندي مكالمه ناخذوها لان قبيله معنا سي العايدي من مدينه وجده، ويمكن ناخذوا مكالمات اخرى. سي العايدي من وجده اهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام الله، مرحبا بك على موج الاذاعه الوطنيه. مبروك عواشركم وتحيه لكم وتحيه للاستاذ الحرش كتفيد هنا. الله يجازيكم بخير. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا مرحبا. نتمنى ان شاء الله نكونوا ناجحين بعد الحصص ديالو، ونكونوا شويه واقعيين. نطلب الله عز وجل الله يجزيكم بخير. شكرا. تفضل شنو رايك في الموضوع؟ رايي ديالي كتكلموا على المواضيع ديال الغش. استاذ اذا سمحتي كنمشيو الاسواق ممتازه كنلقاو الثمن هو يعني يدي ولا خلي ما كان لا شطره لا والو. لا بالنسبه للمواد الغذائيه ولا بالنسبه مثلا للمواشرين. هذا بعد الاسواق ممتازه هي دابا راه كدير المواشي كدير عيد الاضحى. هذه من ناحيه. ملي تنمشيو مثلا الاسواق الاسبوعيه اللي خارجه على المناطق ولا داخل المناطق ديال مثلا من الحد لحد ولا العينين يعني يوم معين كنلقى مثلا هذوك الشناقه شاد الكتيفات ديالو. بغيت انا غير نعرف الفرق في المواطن علاش ملي كيلقى واحد معقول ومزيان وهذيك الماشيه مطلوقه راسها كيقول له قدام ما كيديش عليه ما كيديش عليه المغربون كيقول له غادي يشبطني وكيمشي للشناق كيلقى مثلا شاد ثلاثه اربعه وهاز الحولي مزيان شاد الدور قلتو مزيان زعما كيقول له وزن وهز وقعد وتيقلب وكيبقى عليه. هذه كيبقى اذا كيبقى هنا التعامل ديال كل واحد مع يعني كيفاش. لا 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 سمحتي استاذه كيدي يعني داك الشناق داك الشناق شوف الطريقه ديالو كيفاش كيدير يسير معاه حتى كيبيع ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه في النهار الله يعاونه. وانا ما كنعممش كاين بعد الشناقه وهذاك اللي كيبيع المعقول
ومزيان وواقف يعني ومريح يعني داك الشيء اللي جاب الله والدك يلاه كيدير واحد اخر في النهار او جوج ولكن شنو كيدير 6 7 8 والمواطن ما كيتيقش فهداك السيد اللي راه مثلا كيبيع المعقول وكيتيق فهداك الشناق اللي كما كنقولوا كما كنقولوا داك الشناق كتكون عند واحد الدراسه باش يبيع ويشري مع المواطن. نعم اذا استراتيجيه كل واحد واستراتيجيته حتى في التجاره يعني كاينه الطرق ديال الغش اللي كيعتمدوها بعض الناس للاسف ماشي غير باش يبيعوا الكباش في عيد الاضحى ولكن في اي تجاره داروها للاسف. استاذ حرش ناخذ مكالمه اخرى عفاك من جديده ونوصلوا البرنامج معنا سي عبد العزيز. السلام عليكم سي عبد العزيز. مرحبا اهلا وسهلا على وجه الاذاعه الوطنيه، تفضل سي عبد العزيز. كنهضر على الغش. المرة صوب الباب عند واحد الحداد قلت عندك خدمة ماشي هي هادي. ما كنسمعوكش والو بعيد. صوبت واحد الباب عند واحد الحداد. صوبتي شي باب عند الحداد قلتي كنت مشيت عند واحد الأستاذة وقالت لي واحد المحامية قالت لي بغيت تصوب واحد الباب قلت لها نصوبوا لي. مشيت عند السيد قلت لي السلام قلت لي السلام قلت لي كاين واحد الباب غتصوب. إي صافي. انا اللي درت الثمن ولا كلشي. يعني تساويتي معاه تقديتي معاه. انا اللي تساويت مع المحاميه قلت لها بشحال غتصاوبي بشحال غتصاوب. ومشيت عنده سيدي قلت لها بشحال غتصاوب الباب ولكن ما تخدم الباب حتى الكل نكون حاضر عاد خدم الباب. المهم مشيت جيت لقيتو خدم الباب جيت قلب ذاك الباب ما هوش هو هذاك في الخدمه. قلت لي غادي تعاود اش غنقولوا للاستاذ. هي لا هو هذاك مصاوبينو صابغينو ولكن هذيك الخدمه ماشي هي هذه راه سواقيه. ما عليناش دابا شنو بغيتي تطرح هنا في هذا الموضوع ديال الغش؟ هو الغش ما عمرو يتحيد واخا يديروا الغش بالتحديد سي عبد العزيز درتي باب الحديد على الاصلاح. انت دابا درتي باب الحديد باش ما نعالجوش الغش قلتي ما يمكنش يتصلح راه بحال درتي باب الصحيحه ديال الحديد. لا دابا الغش سبحان الله العظيم كاين اللي تزود معاه الناس اللي فيهم معقول قليل. هو ما كنتش السيد اللي قال العيد الاضحى العيد الاضحى انا كندير الحواله واللي بغى يشري من عندي مرحبا ولكن ما نغشوش لا في علف لا في حاجه. نعم واللي ها اش كنعلف اش كنعلف وما نزيد عليه ما والو كما السطور. على أيين كل واحد وكيفاش كيتعامل لان ما قلنا الغش كاين للاسف في المجتمع ديالنا بغينا ولا ما بغيناش. استاذ الحرش اذا ها عندنا دابا جوج الحالات اللي تكلمنا معاهم عندنا الحاله ديال فاطمه من فرنسا البارح اللي ما قدناش الوقت اننا نزيدوا نتكلموا معها الا كان ممكن انك تخصص لها واحد الحيز في لقائنا هذا ربما في نهايه الحلقه. تفضل. نعم بالنسبه لرجعنا لعند السي العايد من وجده تنقول له تنحييه على هذا واحد المظهر من مظاهر الغش اللي مستشرق كل شيء في الاسره في المال كل شيء فهو جبنا النموذج ديال مثلا الحوانه. نعم مثلا من منطقه وجده اذا خرجنا من بعد هذه مشينا لسوق الفلاح تلقاو تبير تلقاو مثلا ادويه اللي تجي تدخلنا من واحد الجهه معينه والناس تمشي تتبعوها ربما حتى اقل تماما في حين انها منتهيه الصلاحيه. من تمشي انا مثلا غادي ناخذ حولي ونشوف ديال المنطقه مثلا كما ديال الدمام انا ما غاديش نشريه بهذا المعنى كما قلت قبيله خاصنا نفتحوا الغش انا ما غنشريهش علاش لان عارف غيكون غاشو من غير انه شناق ولا اسباب من عند ذاك الفلاح الى غيره الى غيره ترى ربما تجد فيه سف العز كيفاش تيعنف كل واحد صح كاينه. نعم انا تنقول هنايا نقطه نرتفع شويه الفوق نقول هي مساله مواطنه ومواطنين. نعم اذا الغش يعني جميله هذه المحطه معك دابا استاذ الحرش تناقشنا على مستويات كثيره في موضوع الغش يعني هذه تقريبا ثلاث ايام دابا وصلنا لمحطه ان الغش بحال ضرب في قيم المواطنه. هضرنا على الاخلاق جميل يعني نثرتني هذه النقطه هذه. شكرا استاذه. فملي كنتحدثوا عن المواطنه ماشي مشكله سيدي انت مواطن انا مواطن لاخر مواطن تنحوز واحد البطاقه وطنيه فيها حرف فيها ارقام إيه ولكن ما كيعنيش انك تتحلى بالمواطنيه. فاذا الفرق بين لا سيتوينيتي و لا سيفيزم. انا اذا كنغش انا لا اتحلى بالمواطنيه واسطر. فهنا ممكن يكون مواطن
ولكن كنغش انا لا اتحلى بالوطنيه. نعم يعني ما عنديش قلبي على البلاد، ما كنفكرش في الناس الاخرين. نعم كنفكر على هذه، ما عنديش القلب عليها. بغض النظر عندك موقف، ما عندكش موقف، عندك انتماء هنا وهنا، كتلقاها بالوطنيه خصها تكون. هذاك لي ديفينمون بوغ سيت باتري، هذاك التفاني. فانا ملي كنجي كنقول لك غادي نغش، متفقين غتغش وتحولي بحال اللي عطاناك في العيد من وجهه، وتتحمل بطاقه وطنيه وتتخلص واحد المبالغ معينه ديال الطنط اللي كيوصل اسبوعين، ماشي مشكل. ولكن راك لا تتحلى بالمواطنيه، فكن مواطنا لكنني اثبت لك انك لست مواطنيا، بمعنى انك شي حاجه فيك ماشي هي هذيك. تنرجع عند السي عبد العزيز اللي تيقول لي تيقول لنا عفوا تيقول لنا ما كاينش حل، وانا ما راه شي واحد تولد تيغش. لا ما كاينش شي تولد تيغش، لا ما عندناش شي عضو بحال اللي عندنا اليد والعين، عندنا مثلا عندنا واحد عضو سميتو الغش، والا عندنا تخصص في الجراحه سميتو تخصص ازاله الغش، وغادي ندير عمليه جراحيه. هزبينا الصوره استاذ الحرش، يمكن هادشي اللي خاصنا. كنا غنكونوا بخير. ما تقوليش لا حيت انا، علاش؟ للاسف للاسف غادي ندير مقارنه مجموعه دول الغربيه او اسيويه مثلا اليابان او غيرها. نعم ماشي مساله ما عندوش هذاك العضو اللي تحس عليه مثلا سي عبد العزيز مثلا تقول لي كنغشو، لا ربينا عليه في اليابان تيغشو منه. يعني الغش والكذب وبزاف تاع الحويجات مرتبطه بتربيتنا، كيفاش كبر الانسان مرفوضه. نعم مرفوضه جمله وتفصيله. نعم فالمساله ديال التلميذه كنغشو نهائيا، كما تيقول لي مثلا الشعبيه، وخاطر رفض انا كنت كنت الشعبيه تقول كان حنا تولدنا بلا عيب، العيب في الدنيا الا ترجمته راه حنا خديناه هذاك الغش. نعم استاذ نعم استاذ الحرش، يعني باش لان الوقت كيزاحمنا نتكلموا على الحاله، لان اتصلت بنا مره اخرى السيده فاطمه من فرنسا، ومازال في انتظار اجابه منك على الحاله ديالها البارح. كانت في حاله نفسيه اللي كانت شويه صعيبه، اذا كان ممكن تكلم معها الان ولو انه بعيده على موضوعنا. فاذا بالنسبه للسيده فاطمه اللي اتصلت من فرنسا، لاحظنا بانها وهي تتكلم هناك حشراجه حلقه مغلوق بالبكا، تحدثات على ان هذا حيت تنحشم حيت الثقه، حيت قلت لها انا المثل الفرنسي اللي نقطع. هو تكلمنا على جانب من 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 الموضوع ديالها، ولكن بشكل غير مباشر مع الاستاذ محسن بن يشو قبل قليل، على كنا كنتكلموا على الرهاب الاجتماعي، الشخص اللي كيكون خادوم وكتكون شخصيته محيه قدام ناس اخرين، ولكن واحد النهار كيكتشف انه يغش. يعني احنا راه مازالين في الغش، يعني يغش بطريقه ما عندوش وضع، ما تيقدش يواجه الى اخره. جانب من الموضوع راه تكلمنا، نتمنى انها كانت في الاستماع قبل قليل. تفضل. بالفعل فهذه المساله هذه هي ربما تنمشي بحال الحاله فاطمه، تنمشي بحال تنسددوا بواحد الوضعيه سميتها وضعيه الضحيه. فانا بحال تنلعب الضحيه وتنثير الاهتمام وتلقى عليا تركيز الاهتمام من طرف الاخرين. فقد خوتي الفلوس باقي تنعقل، قال مشات كنت مخصص في 2750 درهم في الشهر، مشات 20000 للوالده في الوضعيه. ولكن هذا ما في ليس مسوخ، ماشي مبرر، ما كانش تكون دخل هذيك الساعه. الثقة لا قلناها بلغة، هذه المرة ماشي سيكولوجية قانونية، غنقول لك لا يعذر أحد في جهله. القانون طبعا في هذه الحالة أنت اللي خليتي الباب أكثر. واحد يعني نقدروا نقولوا أن فاطمة خصها تبدا براسها باش تحل المشاكل، خصها تبدا دابا براسها في تعاملها بالآخر، بالآخرين، الناس اللي دايرين بها. حيت تنقولوا بالمثل ديالنا اللي خدعني النهار الأول والله ما نسمح له، ولكن الا غشني النهار الثاني والله حتى نسمح له. كما تيقول ديكارت، من الحكمه ان لا نطمئن الى من خدعنا مره واحده طول حياتنا. فاذا هي اللي كتقول المساله اخذت سنين، لماذا فاطمه لك استماع؟ غشوك النهار الاول، كلا الفلوس النهار الثاني، خلصت 2750 كل شهر، وابتدائيه وعارفه بانك غشوك، هو اللي لعب فيك يا لاله فاطمه، اسمحي لي عافاك. احسن من الكذاب. فاذا ما ذكرتش ساهمتي فين انت؟ كيفاش ساهمتي؟
بحال عطيتي لهم واحد الانجريديون عطيتي شي حاجه تبغي تزيد تزيد عندك هنا واش مساله بغيتي تكوني انت مثلا واحد الضحيه وتعجبتك المساله ام انك بغيتي تكوني ديك الطيبه في وسط العائله كامله لا ما يمكنش نأدي انا تمام كشخص باش الاخرين يقولوا راح يتريس راح يتنصيب راح يتولد مزيان حيت اخلاقه وحيت خصو يكون لا 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 فاطمه خاصك تحسي والوقت ما فاتش كما قلت البارح انا ما غيرتي ولكن اهم حاجه هي انا اولا تخرج من الحاله اللي هي فيها الحاله النفسيه اللي خصها تحاول تخرج منها وتكون عمليه يعني تبعد على يعني تكون صارمه في تعاملها مع الاخر انا هذا الشيء اللي بان لي والله اعلم باش تخرج من الحاله اكثر مني باش تعطيها العفو اعتذر العفو باش نخرج من الحاله ابدا من الان البارح من ادراك كان خصك تبدا لا عفوا كان خصك شحال هذه تبدا علاش كاين القانون علاش كاين القضاه علاش كاين محامين علاش كاين واحد ترسانة من المبادئ والفصول في القانون علاش كاين دستور علاش كاين أتلجأ للقانون ما نبقاش نقول انا راه خشوني وانا مسكينه انا مضيري ما نمشي للقانون كنسكت وفقط نتصل نشكي في اذاعه او نتصل على جهه نشكي لها لا هناك قانون في البلاد ماشي غاديه بشكل عشوائي في الدنيا او لا ما بغاش تمشي في اتجاه القانون على الاقل يعني تعاود يعني تعاود النظر في تعاملها كما قلت مع الاخر ما تطيحش في نفس الاخطاء بدايه اعاده النظر في فراسها هي ان المساله تتعلق بالنصب هذا اقول النصب من بين مظاهره النصب في 1950 في 20000 درهم وغيره كيف ما قال كمبالغ هذه المساله ماشي ديال راه شخصيه وحد العينو ولا راه قرصني ولا ما بغاش يهضر معايا مساله قانونيه خاصها تمشي نعم يسترجع وهذا غيسترجع على حاجه اخرى ماشي حقوقها لا غيسترجع اجمل ثقه في نفسها غيسترجع اكثر الضجر والضرب على اي يوم من يوظف نعم ولا يكون خاعه ولا يكون حتى ولا يكون غيره نعم استاذ الحرش شكرا جزيلا على قبول دعوه البرنامج اذا بقوا معنا شكرا جزيلا وذكر استاذ عبد الاله الحرش اخصائي التنميه الذاتيه مدرب معتمد في المجال من هذا الخيط انا مشايه شويه نجيو هنا نديرو الدم